أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بالعناوين. الرئيس هادي يواجه الوفد الحكومي بالبقاء بعد تلويحه بالانسحاب، وفد الميليشيا يغادران مسقط إلى الكويت. قتلى وجرحى من الميليشيا في تجدد المواجهات مع المقاومة في محافظة البيضاء. قصف مدفعي مستمر على أحياء تعز، إصابة امرأة بنيران الميليشيا في الأقروض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل النشرة بفتح ملف خاص عن آخر التطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. غادر وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع العاصمة العمانية مسقط متوجها إلى الكويت للمشاركة في المشاورات مع الحكومة. وقالت مصادر في الكويت إنه من المتوقع أن تبدأ المشاورات مساء اليوم الخميس بجلسة بروتوكولية. وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي الوفد الحكومي المشاركة في مشاورات الكويت بالبقاء وعدم المغادرة بعد تلويحه بالانسحاب إثر تأخر وصول وفدي الميليشيا. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمستشاريه لبحث القضايا المتصلة بالوضع الميداني والاعتداءات وخروقات الهدنة التي ترتكبها الميليشيا في أكثر من موقع بالبلاد. تحظر اليمن على هامش الاجتماعات الدولية والإقليمية كملف يبحث عن حل ينهي حالة الحرب التي يمر بها منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منذ أكثر من عام ونصف. الملف اليمني يكبر كل يوم أكثر ويسقط فيه ضحايا جدد، وتحول لمجرد اسم يضاف إلى أسماء دول تعاني من الفشل وتلتهمها الصراعات والانقسامات الدولية. جولة مفاوضات ثالثة تسير على غرار الجولات السابقة، تفاوض فموعد فتخلف عن اللقاء، ثم يعود كل طرف إلى قواعده للعودة إلى مربع الصفر الأول. تراوغ الميليشيا وهي تستند للتناقضات الدولية ورغبتها في إطالة عمر الأزمة اليمنية باعتبارها الثقب الأسود الذي يلتهم المواقف الإقليمية ويجعلها رقعة شطرنج، بموجبها يتم ترتيب أوراق الصراع الإقليمي في مناطق أخرى. جولة جديدة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة بحثا عن حلول للكوارث التي لحقت بها خلال فترة تواجده في البيت الأبيض. وفشلت جميع جهوده في الإيفاء بأي من تعهداته لحلفائه باستثناء الطرف الإيراني الذي استطاع إخراجه من بوابة العقوبات على حساب مصالح ومخاوف دول الخليج وأمن المنطقة واستقرارها. مكافحة الأنشطة البحرية المخالفة الإيرانية من خلال تسيير دوريات المشتركة، لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن أو لغيرها من مناطق الصراع. لا يمكن قراءة الدور الأمريكي بمعزل عن تصريحات وزير خارجية أمريكا التي تحدث فيها عن تفاهمات سياسية فور تثبيت وقف إطلاق النار، واتهامه الرئيس هادي بتعقيد الموقف السياسي بسبب تعيينه الأحمر نائبا له وبندغر رئيسا للحكومة، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتحدثون أن ذلك الموقف هو ما جعل ميليشيا الحوثي وصالح تتخلف عن حضور مباحثات الكويت والركون إلى الموقف الأمريكي المعرقل لأي تصعيد مقبل تجاه الميليشيا في أروقة المؤسسات الدولية. تسعى المملكة ومن ورائها دول الخليج للخلاص من الكابوس الذي نما في حديقتها الخلفية وانتبهت له في وقت متأخر، لكنها تجد نفسها بدون غطاء دولي وبدون حلفاء لا يسعون للي ذراعها. تخوض المملكة معركتها الخاصة، وتخوض الميليشيا معارك بالوكالة للحليف الواقع خلف البحار، ويستمر اليمنيون بدفع ثمن تناقضات كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأخطاء عقود طويلة من السياسة الفاشلة. لمزيد من تسليط الضوء حول آخر المستجدات من الكويت ينضم إلينا من هناك الصحفي علي الفقي. مساء الخير أستاذ علي.
اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك استاذ علي. الامم المتحده اعلنت اليوم موعدا لبدء المشاورات. الحكومه عبر الرئيس او الرئيس هادي وجه الحكومه او الوفد الحكومي بالبقاء في الكويت، ووفد الميليشيا غادر من مسقط الى الكويت. ما الجديد حول المشاورات الى الان؟ الجديد ان وفد الانقلابيين وصل الى العاصمه الكويت، ومن المقرر ان تبدا الجلسه الاولى مساء اليوم الساعه 8 مساء اليوم، الجلسه الافتتاحيه للمشاورات بحضور وفد الانقلاب ووفد الحكومه، وايضا الوفود الدبلوماسيه الممثلي الدول المشرفه على عمليه السلام في اليمن، وايضا الاطراف الخليجيه. هناك ايضا تجاذبات الان حول اجنده المفاوضات، حيث تؤكد الحكومه في رساله بعثتها للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ على تمسكها بالاجنده المتفق عليها والمقرر سلفا، القائمه على بنود المبادره الخليجيه وفق التراتبيه التي تساعد على التحقيق، بدايه بالانسحاب من المدن ونزع السلاح واعاده مؤسسات الدوله، ومن ثم الانتقال لمناقشه او الانتقال لمناقشه نقطه الانتقال السياسي. بينما ميليشيات الحوثي تحاول تغيير الاجنده باتجاه الدخول مباشره في مناقشه عمليه الانتقال السياسي، في محاوله منها للابقاء على الوضع القائم كما هو عليه وعلى سيطرتها على مؤسسات الدوله فقط. جاءت الى هنا محاوله لانهاء العمليات التحالف العربي في اليمن والدخول في عمليه تمكنها من استلام الحكومه بشكل عملي، بينما تبقي سوريا على حقيقه الاطراف. نعم، طيب بالنسبه لوفد الميليشيا استاذ علي، هل جاء معه اعلاميون او وفود اخرى بخلاف المستشارين او الوفد التفاوضي الذي سيخوض هذه المفاوضات؟ نعم، هناك معلومات بان الوفد عدد اعضاء يزيد عن 45 شخصا، بينهم الوفد الرسمي الذي هو مشكل من 12 شخص، وفد الحوثيين وصالح. بقيه الاشخاص هم عباره عن فرق مسانده سياسيه واعلاميه وفنيه للفريق المشاور، وكما قلت لك هو يعني عدد كبير يزيد عن 45 شخص الذين وصلوا اليوم الى العاصمه الكويتيه. نعم، اذا الصحفي علي الفقيه كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفق مع وزير الخارجية الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة التوصل لتسوية سياسية للصراع اليمني، ولم يذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية، فيما كانت الإمارات قد طلبت في وقت سابق مساعدة أمريكية في الحرب على القاعدة في اليمن. أعلنت تركيا تجميد أموال الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة التركية أنها جمدت كل أرصدة صالح في بنوكها وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول تجاوبا مع القرارات الدولية التي فرضت عقوبات على المخلوع وعدد من مقربيه.
أعلنت قيادة التحالف العربي فتحها تحقيقا فيما قالت إنها ادعاءات حوثية باستهداف أحد منازل المواطنين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف أعلن عن بدء التحقيق بعد الادعاءات التي أطلقها ناطق الميليشيا باستهداف طيران أحد منازل المواطنين في قرية قطبين مسورة. وقالت إنها كلفت فريقا لتقييم الحوادث بالتحقيق من تلك الادعاءات سريعا والرفع بالنتيجة عاجلا لمعالجة الأمر على قواعد من المهنية المتعارف عليها دوليا بحسب البيان. قتل جنديان وأصيب آخران في كمين نفذه مسلحون مجهولون في مدينة شبام حضرموت التاريخية. وقالت مصادر محلية في المدينة لقناة بلقيس إن المسلحين اعترضوا 3 سيارات تقل على متنها عددا من عناصر الجيش، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين. أضافت المصادر أنه تم نقل قتلى وجرحى الجيش إلى مستشفى سيئون العام، فيما لاذ المسلحون بالفرار. اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع صوب محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن التحالف اعترض الصاروخ في الجهة الشمالية من مدينة مأرب. أضافت المصادر أن الصاروخ شوهد منتصف الليلة الماضية في سماء المدينة ولحظة اعتراضه من قبل دفاعات التحالف. وفي سياق متصل، قالت اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء إشرافها على وقف القتال في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقالت اللجنة المشكلة من الحكومة إنها تعرضت لاستهداف مباشر من قبل الحوثيين في جبهة المشجح في المديرية. أوضحت أنها كانت على تواصل مع لجنة مكلفة من قبل الحوثيين أبلغتها بتواجدهم في الجبهة لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن استهدافها مقصود وخرق واضح للهدنة. وفي السياق ذاته، قال القيادي في المقاومة الشعبية سالم بن عوض العقيلي إن المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا ما تزال مستمرة في الجهة الشرقية في محافظة مأرب بالرغم من سريان الهدنة. أضاف العقيلي أن عملية تحرير مديرية حريب بدأ من الحشفة بقيادة لواء مفرح بحيبح قائد اللواء 26، وبمشاركة المقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المناطق في الجبهة الشرقية منها السوداء والفليحة ومنجد مرقد. موقع مجبجب، وهذا الموقع الذي أمامكم ترونه مقابل موقع الساق الذي يتواجد فيه الحوثة في الجهة الشرقية، وهو ترونه أمامكم، ولا زال التراشق بيننا وبينهم بالمدفعية والكاتيوشة والبي10 رغم الهدنة التي معلنة، ولكنهم لم يلتزمون بها. وكما تعرفون تحرير مديرية حريب بدأ من الحشفة بقيادة مفرح بحيبح قائد اللواء 26 ومن معه من المقاومة الوطنية، وبعد سقوط الحشفة وإدارة الأمن والقلعة تقدمت الجبهة الشرقية بقيادة الشيخ حمد مصالح بن ضيف الله العقيلي قائد كتيبة الحزم والشيخ علي بن عبد الله محمد ومن معهم من المقاومة الوطنية. قتل 9 من ميليشيا الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون في تجدد المواجهات بين المقاومة والميليشيا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. قالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت في مديرية الزاهر عقب خرق الميليشيا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم أمس بين المقاومة والميليشيا، في حين انسحبت الميليشيا من منطقة ضريب بعد اشتداد المواجهة. وفي البيضاء أيضا جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العنيف على قرى مديريتي الزاهر وذي ناعم في المحافظة. يأتي هذا عاقب التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة والميليشيا، لكن سرعان ما تم خرق الاتفاق من قبل الميليشيا وعادت المواجهة من جديد في أكثر من جبهة. فصل جديد من يوميات الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على محافظة البيضاء البعيدة عن كل الحسابات. لم يكن للبيضاء نصيب من تثبيت وقف إطلاق النار، بل إن الحرب تجري ولا أصوات تتعالى لوقفها. خطوة هي الأولى منذ بدء الحرب في المحافظة، تمثلت في التوقيع على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، لكنه لم يستمر سوى ساعات، حيث قصفت الميليشيا في الساعة الماضية قرى مديرية ذي ناعم في خرق لما تم الاتفاق عليه. وهذا ما جعل الحرب تعود إلى الواجهة من جديد بين المقاومة الشعبية والميليشيا، فقد لقي 9 حوثيين مصرعهم في المواجهات الأخيرة بمديرية الزاهر،
كما سقط جرحى آخرون في صفوف الميليشيا. المواجهات التي سرعان ما اشتعلت في أكثر من جبهة أجبرت الميليشيا على الانسحاب من منطقة ضريبة تحت كثافة نيران المقاومة الشعبية، رغم القصف بصواريخ الكاتيوشا على القرى الآهلة بالسكان. كل ذلك جعل محافظة البيضاء تنضم للمحافظات التي شهدت اتفاقات لوقف إطلاق النار، وجرى خرقها من قبل المخلوع وميليشيا الحوثي، وهو ما جعلها تستمر إلى أجل غير مسمى. أصيبت امرأة في قصف شنته الميليشيا على مناطق في الأقروض بمديرية المسراخ التابعة لريف محافظة تعز. قال مراسل قناة بلقيس إن المرأة أصيبت بشظايا في العين إثر القصف الذي استهدف منطقة شمر بولعان في المديرية. في منطقة نجد قسيم قصفت الميليشيا بثلاثة صواريخ كاتيوشا مناطق سقا والصفرامة والكسار. أفاد مراسل قناة بلقيس أن ميليشيا الحوثي والمخلوع واصلت قصف عدد من الأحياء السكنية في الجهة الشرقية من مدينة تعز. قال مراسلنا إن الميليشيا كثفت قصفها على أحياء ثعبات والدعوة من مواقع تمركزها في تبة السوفيتيل في الحوبان وموقع المكلكل في منطقة صالة. بات توطيد العلاقة بين هذه الجبال ومقاتلي المقاومة أمراً واقعاً ولا محالة، ومهما توسع نطاق المواجهات أو حاولت الميليشيا التوغل في أي اتجاه داخل جبهات القتال في محافظة تعز تجد من يرصد تحركاتها ويخوض معها قتالاً شرس. حتى في لحظات الهدوء تجدهم يمارسون هواية إطلاق الرصاص لكأن الحرب أغوت الرجال إلى الأبد. في هذه المواقع الجنوبية من المدينة حيث تعيد المقاومة انتشارها في جبل صبر ومحيطه، يكون أيضاً للرجال الطاعنين في السن دور في معارك الدفاع عن محافظتهم كما للشباب، بل صاروا يظهرون أكثر حماسة ومعرفة بخارطة الجبهات التي أمنها الجيش والمقاومة الشعبية في وقت سابق. كانت هذه الجبهة كغيرها مصدراً لجلب الموت عبر قصف وقنص المدنيين كما هو حاصل الآن في الجبهة الشرقية التي تتمركز فيها الميليشيا وتصعد من هجماتها ضد حي الدعوة وثعبات اللذين يتعرضان لعملية قصف من مواقع تمركز الميليشيا في تبة السوفيتيل في الحوبان والمكلكل في صالة، وهو ما يؤجج من غضب السكان داخل المدينة وخارجها وأيضا في المحافظات الأخرى في ظل الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي يسمع عنه أبناء هذه المحافظة ولم يلمسوه في وقت لم يعد يعرف سكان المدينة وضواحيها عن موعد مغادرة مدينتهم حالة الحرب أو متى تماما يحين موعد استراحتهم من رحلة حافلة بالموت. استشهد مدني يعاني من اضطرابات عقلية برصاص قناصة تابعين لميليشيا الحوثي بالقرب من السجن المركزي في منطقة الضباب غربية تعز، وتعد المنطقة أحد الجبهات الأكثر اشتعالاً في المدينة مع استمرار استهداف الميليشيا للمناطق السكنية ومواقع الجيش والمقاومة الشعبية رغم سريان الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار. لتكون في أمان تحتاج إلى طرق خفية تخترق بها الجدران والحواجز حتى إذا اضطررت لذلك، كي لا تصل إليك أعين القناصين ولا رصاصاتهم. فكل ما يتحرك على الأرض في مدينة تعز يدخل تحت مرمى نيرانهم، ولا يهم إذا كان مقاتلاً أو مدني، فالهدف قتل أكبر عدد من السكان ونشر الرعب ولا أمان. هذه جثة رجل يعاني من اضطراب عقلي، كان هذا الشارع مسكناً له والآن يحتضن جثته فقط. الملقية هنا، فشلت كل المحاولات في السابق لإسعافه وإنقاذ حياته، وحتى بعد موته فشلوا أيضاً بانتشال الجثة. هذا ليس سوى نموذج واحد لما يحدث هنا، ففي منطقة الضباب ترتكب الميليشيا الكثيرة والكثير، تستمر المعارك فيها ولا تتوقف. فمنذ بداية الحرب كانت هي المنطقة الأكثر صموداً في تعز والأشرس في معاركها، لذا حرصت الميليشيا على محاصرتها بالكامل وتعزيز تواجدها باعتبارها البوابة الغربية للمدينة والجبهة المشتعلة، على الرغم من الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يتحقق أصلاً حتى الآن. فلم يحدث أن اكتملت فيها هدنة أو شهدت هدوءاً ولو نسبي.
أعلن مستشفى الثورة العام في مدينة تعز عن تزايد كبير في عدد حالات الإصابة بمرض السل الرئوي. أوضح في بيان له أن مرض السل ينتشر بشكل مخيف في تعز بسبب الحرب الدائرة منذ عام، إذ بات المستشفى يستقبل حالات مصابة بالمرض بشكل يومي منذ أسبوعين. وحذرت هيئة المستشفى من كارثة صحية وشيكة قد تجتاح المدينة بسبب انتشار المرض في ظل عدم توفر الاحتياجات الطبية لمواجهته. توفي شاب إثر غرقه في إحدى برك سيول الأمطار قرب مبنى كلية الهندسة بجامعة صنعاء، وبادر عدد من شباب حي الجامعة إلى إخراج جثة الشاب وسط تجاهل الجهات المعنية التي كانت متواجدة لحظة الحادثة. تعالي تعالي وفي ذات السياق، أعاقت سيول الأمطار حركة المرور والتنقل بين المحافظات، إذ يبقى مئات المسافرين عالقين في الطرقات لساعات طويلة جراء انقطاع الطرق الرئيسية، ويشكو المسافرون إهمال الجهات الرسمية وعدم فتح الطرق والتخفيف من معاناتهم. تقرير التالي والتفاصيل. تمتلئ عشرات الطرق بآلاف المسافرين الذين يعلقون لأيام بين المحافظات، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى توقف السير لساعات طوال. وحسب الأهالي، فإن السفر من العاصمة صنعاء إلى منفذ الوديعة يحتاج إلى 3 أيام بعد أن كان يوم واحد يكفي للوصول. وتنتشر أنواع مختلفة من المركبات في الوديان والجبال دون أن تجد أي نوع من المساعدة أو الإبلاغ، ويكتفي المسافرون بالتعاون فيما بينهم لتبادل المعلومات حول أوقات السيول وكمية المياه الجارية وفي اجتياز الطريق. وتكشف السيول الفشل الذي صاحبها هندسة الطرق طيلة الفترات الماضية، كما تبين حجم الضرر الذي لحق بها نتيجة الحرب الحالية. ولا توجد إحصائيات دقيقة بعدد أولئك الذين جرفتهم السيول المتدفقة في أكثر الطرق ازدحاما، ومهما تكن أعدادهم فستبدو ضئيلة في بلد تصنع العوامل البشرية فيها مأساة أكثر وأشد مما يحدث في الطبيعة. يعاني الأطفال في حضرموت من تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إذ أجبر الكثير من الطلاب على ترك مدارسهم والالتحاق بسوق العمل لإعالة أسرهم. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. نراهم في ساعات الصباح الباكر، البعض منهم يتسولون والبعض الآخر يعملون بعيدا عن مكانهم الطبيعي المتمثل بمقاعد المدرسة. وبدلاً من أن تراهم يحملون حقائبهم وكتبهم الدراسية ليغدوا عالمهم أفضل، يصبح ذلك العالم مقتصراً على العمل الذي يرهق أجسادهم ولا يتناسب مع أعمارهم وطفولتهم، وربما يفرض عليهم أيضاً الابتعاد عن عائلاتهم، كحال الطفل بشار العضلي 16 من العمر، والذي كان يأمل أن يواصل تعليمه ليحقق أمنية والدته التي أرادته أن يكون يوماً طبيباً أو مهندساً. غير أن التدهور المفاجئ لحالة والده الصحي كانت كفيلة بأن تدفعه إلى ترك مدرسته وأصدقائه ومنزله الواقع في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء، ليقطع مئات الكيلومترات وصولاً إلى صحراء العبري بمحافظة حضرموت. جيت هنا أشتغل في منفذ الوديعة مكان أبي، لأن أبي أصيب مرض القلب. أعمل هنا في الوديعة عامل خدمات في مكتب الجمارك. أبدأ دوامي الصباح الساعة 8 لا إلى الساعة 12 ظهرا. قصة بشار ليست الوحيدة من نوعها، بل هي واحدة من مئات آلاف القصص لأطفال يمنيين وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك مقاعدهم الدراسية، إما للبحث عن فرصة عمل يستطيعون من خلالها توفير مصدر دخل لعائلة، أو نتيجة للصراعات التي تشهدها البلاد، حيث تشير تقارير اليونيسف أن نحو 2 مليون طفل يمني باتوا خارج مقاعدهم الدراسية. بالي واقع الأطفال في اليمن بشكل عام وتحديدا في حضرموت وضع مأساوي، بالذات في الفترة الأخيرة من الأحداث اللي شهدتها اليمن في الصراع الحالي، خصوصا في جانب تسرب الأطفال من المدارس وعمالة الأطفال وإشراكهم في التجنيد وفي الحروب في الجماعات المسلحة. وإذا كان واقع الطفولة في اليمن كارثي حتى في فترة ما قبل الحرب،
فكيف سيكون الحال الآن؟ وقد آلت الأوضاع إلى ما آلت إليه. قد لا تكون قصة بشر فريدة من نوعها، لكنها وبكل تأكيد هي مثال حي للكثير من قصص أطفال اليمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. من المكلا نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس هادي يوجه الوفد الحكومي بالبقاء بعد تلويحه بالانسحاب، ووفد الميليشيا يغادران مسقط إلى الكويت. قتلى وجرحى من الميليشيا في تجدد المواجهة مع المقاومة في محافظة البيضاء. قصف مدفعي مستمر على أحياء تعز، وإصابة امرأة بنيران الميليشيا في الأقروض. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله.